هما الحوشة. انت بنت ميلا؟ انت بنت ميلا؟ بنت ميلا القديم. بنت الأفضل. بنت وش من عائلة؟ وش من عائلة؟ أنا ما أبي مولود وجدي حمودة وجدي الأكبر أخطر بن طباع وزوار أهل البلد يعني أكبر زوار راعوا وهيك حزروني. سلت قلت لهم أنا خدوا الأراضي كلها بس قطعة أرض بيعة ومن هالمهزأة نزلوني نزلوني وهجموا علي وعلى أولادي بدهم يضربوا هذا وضربوا ابني نزلوا المواسع علي. لك أنا اللي أنا قاعدين بأرضي وما حكيت قلت لكم معليش قاعدين بأرضي أنا عايشة بالشام الحمد لله الحمد لله من فضل الله بس هلأ أنا بالحرب ما بدي أولادي يروحوا راحوا لي شكرا ما بدي لك مالي يروح أنا بطلع لعند أهلي عند شفار وأهلي بقى. شوي شوي هاي يا النبي يفرشوا علي العالم بيهون علي بين أكي بين ناس هادو كل خوتك هادو كل ناس ميلة خوتك واحد ما يتفرش في واحد راكو كل تعانيوا نفس المعاناة الحاجة سمعتي راكي وحدة منهم هما منك وانت منهم بيجوا بيتفرجوا علي لا ما ما يتفرجوش عليك هم يشوفوا بيجوا بيتفرجوا حير عليهم حير عليهم هيك يشوفوني هن على المناصب هون هين عليهم يشوفوني بهالمزرعة وقاعدين بأراضي وأراضي جدودي والله مستغلينا يا خالتي ومستغلينا كل شيء احنا هون بميلا عندنا 360 هكتار عندنا من سيدي مروان لعند الجامعة احنا طالعين لفوق لعند الكربة والكمونية وراس البير هاي البلاصة كلياتها معانا كواردها وكي نروح للمحكمة وروح للبلدية وكي نطلع وين ما كان يحقرونا يقولون أنتم سوريين جايين لهون نصابين وما حتى واحد ما عنده شخص واحد عنا ياهم أنا بعد بعد شحادة ولا بس ولا بد إيدي إلهم خشب أنا شباب راحوا لي أمي يعني رحلة ستي ثلاث أولاد بالحرب وزيد هون كمان عائلته بن طبال وحقرونا بعد أنا أرملة لو جوزي المير موجود ما بيهون عليه أرفع المير هذا بتكون خالته المير تكون هذا خالته المير خالته بتكون جداتي ويجي لهنا يسلم عليها يقول لها والله يا خالتي أنا خاطيني وبيحمي حاله ويروح بيجي يتصدقوا عليها وهي صاحبة الملك هذا الحق وين الحق تبعه ولما راحت تبرعت بالعشر هكتارات للولاية والله واحد ما فاق بيها واحد ما جاء قال لي أنا بجي أعطوه شوية أهمية بس الموضوع والله واحد ما أعطانا أهمية أعطينا خلينا نساعد العالم كليات أنتم ما ساعدتونا خلينا نحن نساعد بعض ما سمحوا لنا وسكروا القصة كليات أنا بدي ما بدي أضب أولادي وأحب أبني يعني ما حاب هالمساء أولاد صغار بيهون علي شكيت أمري إلك يا رب ما بشكي أمري إلك إلا الله.